سباسيوني يا سباسيوني. ايه يا سفت عايز ايه؟ ست مسافره العزبه. ليه؟ حصل ايه كفانا الشر؟ رجعت ريم من عادتها القديمه وحصل المقدر ليله امبارح. تالت دول لسه متصالحين من 3 اشهر. شنبك ده اللي جايب الفقر في البيت، مفيش غيره. افتح طيب يا اخويا افتح. انا قايل لك 100 مره الوساخ اللي تحت مناخيرك دي اخلعها يا اخي، حرام عليك. افتح يا اخويا. حرام عليك حرام عليك يا عمران. ايه ده؟ سيب استنى، هي فوضى. ايه؟ مش في حاجه عايز. اوعى هات. ايه؟ امسك ايه؟ امسك دي. ايه مش صحيح. حط كله في الارض. حطيت كله في الارض. نقدر نحط كل حاجه في الارض. طلع الشنطه. اقعد بس. طلع الشنطه دي. اقعد شويه بس. اقعد شويه. هنحكي حكايه ولا ايه مع بعض؟ يا اخي دي الشنطه. الشنطه اللي مسافره مش انا، انا قاعد مع البيت. ما انا عارف ان الشنطه بس عاوزه تتخلص من ده. عايزه تتخلص منه اللي جايبين الفقر. هو ده ما تفتحه تعلم السواقة. الهام هانم خفي على عيونك الحلوه دي من الدموع. حرام حضرتك، حرام خدودك المورده دي تدبل. ده انت خلصت الكبد يا فندم. جمالك ده ما اتخلقش للنكد ابدا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا صلاح بيه. لا يا استاذ بسيوني، ما تدعيش عليه من فضلك. يا روحي على طيبه قلبي، خايفه عليه بعد ما اتطلقتي منه؟ مش قادره اصدق. أأكد لحضرتك إنه مش هيقدر على بعدك ولا ثانية واحدة، وإن شاء الله على آخر النهار هتلاقيه جاي يجري على عزبة وفي إيده المأذون، وترجعي بيتك كده بإذن الله. تفتكري يا فريدة؟ أكيد يا هانم، هو صحيح صلاح بيه بيغير عليكي وعصبي شوية، إنما الشهادة لله يعني بيحبك موت. واعتبري مروحنا العزبة ده أهو بنشم الهوا، وإن شاء الله ترجعي بيتك وتقضوا شهر العسل من أول وجديد. العزبه نورت يا ست الناس. وحشتيني، نورت العزبه. خلاص خلاص، يلا كل واحد يروح يشوف شغله. الست الهانم جايه تعبانه. ايوه صح. يلا صح. تعرفي يا ست هانم الجو هنا جميل قوي. تعرفي يا فريده انا نفسي في ايه؟ ايه يا ست الكل؟ نفسي اركب حصان واطلع اجري وسط الجيطان دي كلها.
بسيطة يا ست هانم، ادخلي سيادتك غيري هدومك والهوانم يناموا وانا هحضر لحضرتك الكلاب الحمار الحصان يا فندم. اتفضل 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 اتفضل. هو ما روحش بقى هيجي تاني على طول، ما تجيب له سكيته، انا عارف الخبر على فين ولا يخلص يخلص. رد ردة المية بسرعة. يا طالع الحي الحصان قبل ما يقطع اللي جابه يطلع في اللعب في البتاع الاسطاب. ما تتحرك يا اخرس. سبحان الله اخرس ممزكاتي وما زكاش حصان غيره. استاذ سيد من لال كل ذو عهد جبار. انت يا جرح انت هات الحصان ده، الست عايزه تتفسح بيه. بقول لك هات الحصان. انت هتعمل ايه؟ ترجم له يا حمار. ايوه هنترجم، ايوه هنترجم، ايوه هنترجم. كويس اهو رفص. ايه ساعه اقف استنى. معلش يا هانم اصل كان بيلبسوا البربطوس. ايه اللي البردع. تعال يا غبي ما تيجي اتحرك. هات الحصان ما تتحرك يا بجم. اتحرك. لا 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 بيقول ايه الهباب ده؟ مش عارف. جبتوا منين البتاع ده؟ ده واد غلبان يا ست هانم. طب على العشب عنا اول امشغلنا هني. ده واد ابن كف. حد يترجم لي الهباب اللي بيقوله ده. الحمار يترجم. ده خايف عليك يا ست هانم من ركوب الحصان، اصله شاي. لا معلش انا بحب المخلوق الشرس واعرف ازاي اجيب دماغه الارض. وطي نزلي فرملة اليد، نزلي فرملة اليد واطلع على الاول. طب تعالي تعالي معايا انت، تعالي معايا يا ست الكل. واسكت لها يا راجل. كل يوم كل يوم كل يوم قبل الفطار وجايله هنضرب قبل الفطار وبعده. اي هره وهره يا شباب. ايوه نسيوني. أيوه. الهنا ما رجعتش لحد دلوقتي. مصيبه لا يكون جرى لها حاجه. أيوه. دوروا عليها. أيوه. معايا. أيوه. كده والبدر كده. حاجة فريد الحصان رجع من غير ساعة الهانم. يا لهوي يا لهوي الهانم جرالنا حاجة. ما تتخديش اطمني. الله ما هو بيتفاهموا مع بعض اهم. هم مين اللي بيتفاهموا؟ ما انتش فاهم الاخرس مع الحصان. والحصان قال له ايه؟ لا مؤاخذة ما بفهمش بقى في لغة البهايم. ما تترجم يا حمار. اه يا كلموا السؤالي ده بيقول وقعت تحت شرق البلد. قوم يا اخويا يا لهوي تعالوا بينا ندور عليها معانا. استنى استنى وقف ارمل منور 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 وانزل منور وانزل. استنى 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 هلا استنى. تعالى تعالى فريد تعالى فريد تعالى فريد. ايوه استنى. ايوه خد امسك انت بقى امسك.
اطلع 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 استريحي يا ست هاني، الدكتور قال بسيطة والحمد لله، وإن شاء الله الصبحية هتبقي زي الفل. فكرة هيجيلي نوم طول ما صلاح مش جنبي؟ أأكد لك إن صلاح بيه هيكون عندك الصبح إن شاء الله. كلها كام ساعة؟ يعني هما الساعات دول قليلين يا فريدة. معلش يا ست هاني، هاتي الولاد أنيمهم بقى. خدي. يلا يا حبايبي، أشغل لهم التكييف السخن؟ آه. هاي يا حبيبتي، هوني أختي. وغرسين كويس ها؟ حاضر، ما تخافيش عليهم. حيوان معلش انا ايه اللي معايا كده معلش طب بس
ايه اللي عمل فيك كده؟ ابدا يا حبيبتي. ايه ده يا صلاح؟ شايل المسدس ده ليه؟ بصراحة يا حبيبتي كنت حموت روحي. يا حبيبي ما اقدرش اعيش من غيرك، عشان كده رجعت فكرت لازم نموت سوا. اكس عليك. امال عايزاني اموت واسيبك لراجل غيري يتمتع بيكي؟ للدرجة دي بتحبني؟ بموت فيكي. كذاب، لو كنت بتحبني ما كنتش على اي حاجه تروح مطلقني. ما هو من عمايلك يا الهام. هو انا عملت حاجه؟ انت اللي بتغير من الهوا الطاير. نعم، لحقت تنسي اللي عملتيه؟ وفيها ايه يعني؟ فيها ايه يعني؟ كنت عايزاني اقف اتفرج عليكي وانت بترقصي مع الواد ابو دم خفيف ده. انا قلت لك يا حبيبي مش هعمل كده تاني. طب خلاص حصل خير. فريده. ايوه يا بيه. قولي الباسيوني يروح يجيب المأذون عشان هرد الست هانم. قلتلك يا ست هانم. مأذون ايه يا بيه اللي هيفتح لحد دلوقتي؟ ليه؟ هو اخر مأذون بيقوم الساعة كام؟ انا اللي اعرفه انهم بيفتحوا الصبح. يا خبر، وهقعد من غير جواز لغاية الصبح؟ حضرتك اطلعي استريحي ونامي والصباح رباح. انا ما اقدرش اقعد الصبح من غير جواز. معلش يا حبيبي النهار قرب يطلع، تصبح على خير. لا خليك هنا لحد المأذون ما يجي. تصبح على خير. الحيوان ده يمد ايده عليا انا؟ طب انا هروح في الشغل اللي فيه. Wow.
أستاذ ما تكتب وتخلصنا. آسف ما ينفعش. هو إيه اللي ما ينفعش؟ جوزي وعايز يرجعني وأنا موافقة، إيه اللي يمنع؟ الشرع يا حضرات. شرع؟ يعني إيه؟ يعني حضرتك مش طلقت مراتك ثلاث مرات؟ ده كان هزار يا أستاذ. الدين ما فيهوش هزار يا ست هانم. من يطلق زوجته للمرة الثالثة لا يجوز إعادتها إلى عصمته إلا بمحلل. والمحلل ده بيتباع فين يا حبيبي؟ يتباع؟ لا يا حبيبتي هو يعني خلاص خلاص ما تقلقش استاذ بسيوني. ايوه من فضلك خد العربيه وانزل على مصر على طول، هات لنا الحاجات اللي بيقول عليها الاستاذ. ها نجيب محلل يا ست هانم. يا ايه؟ طب يا ست هانم نقشره ولا نقشره هنا؟ من ده ومن ده. هو منين ده؟ من الشوارجي، من المنطقه الحره. انا عندي دولارات. هذا عبس. استنى بس يا استاذ، طول بالك، انت مش سردع كده ليه؟ اصلها ما عندهاش فكره. ما عنديش فكره عن ايه يا حبيبي؟ تعالي بس بقولك، اصل حبيبتي علشان انا طلقتك ثلاث مرات قبل كده فالمحلل ده زي ما تقولي هدنه. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني علشان احنا طلقنا ثلاث مرات قبل كده ما اقدرش ارجعك الا لما يتجوزك واحد غيري. مش ممكن. لا ما تتخضيش، دي حاجه بسيطه، ما هو هيتجوزك ويطلقك على طول واتجوزك انا بقى تاني وما نطلقش بعد كده. مش ممكن يا استاذ. لا. يا استاذ شوف اي حل تاني غير ده. للاسف ما ينفعش، مستحيل. فريده بيقول ما ينفعش. ما باليد حيله، يا ريتني يا حبيبتي انفع انا. بسيوني انا محلل. قول يا استاذ. اكتب اكتب في عينك قليل الادب. والله بقى لما تشوفوا لكم حل يبقى ابعتوني. استنى بس يا استاذ، انا وصلاح بنحب بعض وما نقدرش نستغنى عن بعض ابدا. اه والله يا استاذ. ما هي دي حكمه المحلل يا استهانم. يعني ايه بقى؟ يعني الراجل اللي يفرط في مراته بسهوله لازم يتقدم بانه يشوفها في عصمه غيره. سلام عليكم. عاجبك كده؟ ما تتهوى انت وهو اخويا وفي تتفرجوا. انا طالع امشي انت وهو يلا على بره. عاجبك كده؟ معلش يا حبيبتي. ولما انت عارف كده طلقتني ليه بس؟ غصب عني يا الهام، ما انت بتخليني مش في وعي. طب وبعدين بس هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش غير زي ما قال الاستاذ، لازم تتجوزي اي حد غيري ولو لمده 24 ساعه. اي حد؟ اي حد؟ اي حد هلفوت كده يعني. خلاص فريده. يا الهام يا حبيبتي ده جواز، لازم راجل. لازم راجل؟ بسيوني. بسيوني؟ افرضي بقى اتجوزك وشبط فيكي ما رضيش يطلقك. ارفضه؟ طب ما هو هياخدك معاه. ده فضح، ده هيسكت. احنا عايزين حد كده يتجوزك ويطلقك من سكات من غير ما حد يسمع له حس. مين ده؟ عارف بسيوني. ايوه يا صاحب البيت. اجري بسرعه الحق المأذون وهاته تاني. باركي لي يا فريده. ايه؟ هتعمل ايه بالمأذون تاني؟ عشان يجوزك يا حبيبتي. يجوزني مين؟ امسكي نفسك بقى لا تقعي من الضحك. فريده. نعم. بسرعه. ها؟ حاضر. مش تفهمني بس هتجوزني مين؟ ايه؟ ايه رأيك بقى في العريس اللقطه ده؟ يا نهار اسود، انت عايز تجوزني الحيوان ده؟ لا يا الهام يا حبيبتي، ده الوحيد اللي مش ممكن يأذيك، انما انا بصراحه ما اضمنش اسيبك لواحد تاني. يا سلام، هو انت عشان تضمن واحد يطلقني تقوم توقعني في المصيبه دي؟ لا يا حبيبتي فهميني بس، اصل انا لو جوزتك لواحد بيفهم ويقدر هيلزق، هيشبط فيكي بايديه واسنانه، انما ده حمار مش فاهم حاجه. شوفي هو دريان بحاجه. ده مقرف قوي يا صلاح يا حبيبتي. هو انت هتتجوزيه صحيح؟
دي كلها 24 ساعة نستحمله بالطول ولا بالعرض؟ طب خليه يمشي دلوقتي، شكله بينرفزني. لا لا، ما هو أنا لازم أوضبه علشان يبقى شكله معقول قدام المأذون. ولا تعالى. خش. ما تخافيش حبيبتي، انا هتفاهم معاه. ما تخافش، مش هعمل لك حاجه. شوف، ها انت هتتجوز المدام النهارده، بكره انت تطلقها. ها بس بس بس، ولا هيفهم حاجة لما اقعد سنة افهمه، مش هيفهم. وبعدين احنا هنتعب نفسنا معاه ليه؟ هو يمضي يتجوزك يمضي يطلقك. اه خلاص. اتفضل يا استاذ. وبعدين في الشغلانة دي يا ساتر. اتفضل يا استاذ. اهلا اهلا وسهلا يا استاذ، اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. انت مالك؟ مالكش دعوة، اخرس خالص. بس يوني، ايوه ساعات البيت، تاخد الواد ده تحميه وتنضفه وتلبسه هدمه نظيفه كده عشان يبقى شكله محترم. ده عمره ما هيبقى محترم. تعالى يا مالكش دعوه، ما تتحشرش. لا 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 يا رب، ما هذا الصراخ؟ لا يا استاذ، ده صوت صفارة القطر اللي معدي. صفارة قطر؟ ده العريس. عريس؟ العريس وصل. ولا العريس لماذا يصرخ؟ الله، انتوا هتجوزوه ولا هتعملوا عليه ملوخية؟ حلوة يا استاذ، حلوة. صالح ولا بد امشي حالا يا استاذ، حالا. طول بالك، ان الله مع الصابرين. وبعدين بقى ما هذا؟ ده العريس. عريس بيلعب. ايوه بيسخن. انت هتنقي فيها، هما هيلحقوا. مين؟ سيب، يلا سيب.
اتفضل معايا يا استاذ عشان عايز مبروك يا اخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. اشتقي ايدك يا ست اشتقي. بس اخرس خالص اخرس خالص. صلاح تعال شوف البلوة اللي انت جبتها لي دي. اخرس اخرس. ايه امشي. تعال قوم 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 معايا قوم معايا خدوا بره. ده بقى مش اخرس. خدوه ولعوا الهدوم دي اللي هياخد عليها. حاضر. ورجعوا له الصبر. نرجع لغايه ما يجي المأذون الصبح. ايه انا اتفقت معايا حبيبتي يجي من النجمه. تقفوا على الباب تحرسوه. لو زاغ منكم هنا ولا هنا يخرب بيوتكم. يشوف ايه؟ يلا يلا مين؟ اطلعوا تاني. خلاص يا حياتي كل شيء هينتهي. انا مش هرتاح لما اخلص من المصيبه دي. ما خلاص يا حبيبتي دي كلها 24 ساعه. بكره الصبح ان شاء الله هتتطلقي ونتجوز ونبتدي شهر عسل جديد. استحملي يا حبيبتي حبنا يستاهل التضحيه. وانت كمان يا حبيبي لازم تضحي وتبعد عني. الهام ايه تبعد عني دي؟ عشان تبطل تطلقني وتحوجني لكلاب السكك. الله 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 دي الحكايه هتيجي على نفوخي. الهام الهام خليك عندك. اوعى تحط رجلك في الدور التاني الا لما تطلقني منه. فاهم؟ ربنا يعدي اللي نادي على خير. متأسفة يا ست هانم أنا كنت عايزة أهزر مع حضرتك كده عشان أضحكك. أنا إذا كنت وافقت أعمل كده فده عشان خاطر صلاح. يا ريتني كنت مت قبل ما وافق. بعد الشر عليكي وعلى عمرك يا ست هانم. بكرة السعادة اللي هتشوفيها مع صلاح بيه تنسيكي الدنيا واللي فيها. ما هو ده اللي مصبرني على المصيبة اللي حطيت نفسي فيها. كلها كام ساعة ويجي المأذون وينتهي كل شيء. عن اذن حضرتك بقى تصبحي على خير اروح الحق افتح لهم التلفزيون يتفرجوا على حدوته قبل النوم. ايوه يلا واخدي الجويه يلا. حضر الاستاذ منتظرينك من الصبح. حضر جاهز. اتفضل يلا شد نفسك شوية. لا انت لازم تتقلق. انت جاي راكب قرار جاي تكتب كتاب ولا تنقل دودة؟ يا بنتي ركزي. ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. فكري كويس. فكرت كتير يا استاذ وحاولت. مفيش فايده. طباعه غير طباعي تصرفاته غير تصرفاتي. مفيش فايده يا استاذ. وحياتك يا استاذ غلوبنا معاه. مفيش فايده اصله رغاي قوي. مين؟ قوي قوي قوي. ارجوك يا استاذ خلصنا بسرعه. على كل زمن كتير ما تسكتش. احنا جاهزين يا استاذ. نعم يعني لعبة حرة من الطلاق. ما تتعبش نفسك يا استاذ. ما قلنا لك مفيش فايده. ارجوك طلقني بقى. لا حول ولا قوه الا بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. فضل يا حضرت ارمي يمين الطلاق. ما تكذبش حاجة يا فضيلة المسؤول. أرضي لك يا مدام. الست دي مراتي على سنة الله ورسوله وأنا مش هطلقها. صلاح أنا قلت مش هطلق يعني مش هطلق، وأنا الراجل هنا وحسب الشرع كلمتي هي اللي تمشي. مفهوم يا خضر؟ معقول؟ لا مش معقول. لكن معقول؟ لا 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 مش معقول. معقول طبعا مش معقول ابدا. ومالك يا اخويا عامل كده ليه؟ انت هتعمل زيهم ولا ايه؟ من نفسك. معقول؟ حد كان يصدق؟ انا لغايه دلوقتي مش مصدق اللي حصل ده ابدا. حاجه غريبه قوي. يضحك علينا كلنا كده؟ يضحك؟ اسمها يضحك علينا؟ ده اجدع ما فينا لبسه الطاقيه. طاقيه؟ يعني ايه لبسه الطاقية؟ يعني كسرولة سلطانية خمنة لا طخنة. بصراحة بالعربي كده استهبلنا. قال ايه بيتكلم؟ وقال ايه اول ما يشطح ينطح. الجربوع ده يقول للأسياده لا؟ يعني لو كانوا جابوني بداله مش كنت بذمتك؟ بذمتك كنت هطلقها؟ بيني وبينك يا فريدة كنت كنت حريح شوية. إنما ما كنتش هغلبهم بالشكل ده أبدا. ده واد طلع ابن حنت ناقص يبوس ايديه ورجليه. ده مغلبهم من امبارح بالليل غرب وشرق وراه. ها قلت ايه؟ سوري مش هطلق يعني مش هطلق. يا نهار ابوك اسود، انت متخيل ان واحده زي انا تعيش مع حيوان زيك انت؟ احترمي نفسك يا شطره لاحسن اقوم اهزقك. تهزقني؟ اهزقك وهزق اهلك. من حق الزوج انه يقدم مراته. صلاح سمع الحيوان ده بيقول ايه؟ صلاح شوف الحيوان ده بيقول ايه؟ بتشتكي لي بالترماي؟ ما هو شوف اما اقول لك. شوف انت اما اقول لك. انا مراتي مفقوعه من سيادتك، ولو زودت كلمه واحده هخلي شغالين يربوك بره. يرموني بره؟ الهام بيقول يرموني بره. ده بيت الست بتاعتي وكل واحد حر في مال الست بتاعته. قول كده من الصبح. ايه انتوا فهمتوا ايه؟ بسمع هذا جمعة استاذ جمعة. انت استاذ اقل ما فيها. لما بسلامته كان متجوزك مش الكل كان بيقول له يا بيه؟ مع انه حته صايع. انا صايع؟ شفت يا صلاح مش قلت لك ان الوالده سايع مش هتعرف تاخد منه الحق ولا باطل؟ بس بسمع يا جمعه. احنا قلنا ايه؟ قصدي يا استاذ جمعه. اي شوف يا استاذ جمعه. يا نعم. انت بان عليك ابن ناس ابن حلال. وانا ابن الناس ما احبش الشوشره. ولا تطلع وتاخد كام فلوس يعني؟ انا مستعد ادفع لك 100 جنيه بس الطلاق يتم دلوقتي حالا. اظن بقى يا استاذ جمعه نبعت نجيب المأذون. سوري. هيشلني هيجيب لي شلل. بعد الشر عليك يا روح قلبي. ان شاء الله اللي في بالي. هدي نفسك انت يا الهام. ايه الهام دي؟ من فضلك ما ترفعش التكليف بينك وبين مراتي. ايه الهام دي؟ تلعبك في الحاره يا شاطر. سلم امال انت تقول لي ايه؟ يا هانم يا مدام يا قبلتي يا طنط يا تيزا حاجه كده عليها قيمه. ولا انت غاوي تتهزقي؟ لا بقى ده انا هقتله. لا هقتله. طب اسف العاي عليا اللي بعمل لك قيمه. صلاح الحقني يا صلاح. طولي بالك يا الهام خلينا نتفاهم بالعقل. ده صنف واطي وانا اعرف ازاي اتكلم معاه. صح واطي؟ قصدي يعني جزمه قديمه. ما احنا اخوات. ابن ناس يعني. طب ايه رايك يا استاذ جمعه؟ بلاش 200 بلاش 300 خليهم 500 ولا اقول لك 1000 ولا اقول لك فدان ارض؟ يعني اتطلق وتبقى من ذوي الاملاك.
لا، اذا كانت المساله بقى ان الواحد هيبقى من ذوي الاملاك، في الحاله دي بقى الواحد لازم يقول برضو لا. لا لا بقى، انت عايز ايه بالظبط؟ عايز ايه؟ حاجه بسيطه خالص. ايه هي؟ حق الشرعي. يعني ايه صلاح حقه الشرعي؟ تسمح لي اشرح لها؟ لا، في الحاله دي ما ينفعش الشرح. فهمني قصده ايه الراجل ده؟ هو قصده ده انت وقح وجبان وندل وقليل الادب. ولما انا فيا كل العبر دي اتجوزتيني ليه يا قمر؟ انا اتجوز واحد زيك انت؟ امال اللي حصل ده ايه؟ كنا بنلعب عروسه وعريس. هو مش بالظبط كده يا استاذ جمعه. انما تقدر تقول ان احنا توسمنا في حضرتك القلب الطيب، الاخلاق الكريمه، الهبل، العبط. قلت تاخدوني على قفايا، لكن طلعت مصيبه. مصيبه مصيبه عشان عايز حقي يا اخي. ده بعدك قطه، ما تنرفزينيش يا قطه. يا سلام، يعني هتقدر تعملي ايه؟ صالح قول لها ايه اللي ممكن اعمله. قلت لها ما تفكرنيش يا صالح ارجوك. شوفوا بقى. ايوه طلق ومش هطلق. انت هتطلق ورجلك فوق رقبتك. رجلي فوق صفاوي. طب ازاي بقى؟ شوف يا عزيزي، قصدي يعني يا استاذ جمعه، في حاجة في الجواز اسمها عدم التكافؤ، ولو رحنا المحكمة هتقعدوا سنين وتفضل هي زي البيت الواقف. اتفضلوا روحوا المحكمة. يا راجل انا بقول مثلا، مثلا احنا برضو معقول نجرجرك في المحاكم؟ ده احنا اهل يا راجل. ايوه اهل نسايب. انت متصور اني ممكن اعيش معاك؟ الضرورة ليها احكام. طب هتصرف عليها منين؟ من ماهيتي، ما انا بشتغل عندها. سايس وماله سايس؟ مش احسن من صايع؟ ما تجيبش سيرتي. مثلا انا بقول مثلا. خلصوني بقى. الهام يا حبيبتي، التفاهم بالعصبيه دي مش هيجيب نتيجه. احنا ناجل الموضوع اللي بالليل. احنا ورانا ايه؟ مش ممكن يا صلاح، انت لازم تشوف لك حل في البلوه دي. على سنه الله ورسوله. لا مش ممكن، مش ممكن. بقول ايه يا استاذ جمعه؟ هسرح مين؟ انت حضرتك تتفضل دلوقتي تروح الاسطبل تشوف شغلك، ومن هنا لاخر النهار يحلها الف حلال ان شاء الله. سلام. ايه الجاكيته؟ اتفضل يا استاذ. اتفضل. على سنه الله ورسوله. شفتي بذمتك انا مش برقبته؟ دمك زي السكر يا ايه الناصب يا بتتي. ما زين انت الادب. احترم نفسك يا خايب يا اخي. انت بتكلمني وفيدك سيجاره؟ ارمي السيجاره، ابلع السيجاره. اتعلموا تتعلموا تحترموا اسيادكم يا همج. مخصوم منك 17 اشهر. اللي بيقول لي مخصوم منك 17 اشهر ده كان بيخاف من الجوافه. هدي نفسك امال يا الهام. اهدي نفسي ازاي بس يا صلاح؟ بعد البهدله اللي انا فيها دي وتقولي هدي نفسك؟ وحياتك عندي وغلاوتك ليكون مطلقك الليله. ازاي بس ازاي؟ انا فكرت تفكير جهنمي هيخلصنا منه، بس المهم اول ما يجي الليل نبعت نجيب المأذون، وسيبينا انا بقى اتصرف معاه. وبعدين استهاني في وقف الحال ده، ما تخلصوني بقى حالا يا استاذ. حالا رحت عند الاستاذ صلاح؟ ما اقدرش يا ست هانم، ده قاعد جوه مع اللي ما يسماش ومنع اي حد يدخل عليهم. ليه؟ بيعملوا ايه؟ في صحتك. في صحتك. لكن تعرف انك واد مدهش؟ اشمعنى؟ نور. الله ينورك. وحدق. الله يحدقك. وبتتكلم كويس. حاكم انا راجل مثقف. لا. معاك شهادة ايه؟ شهادة التطعيم ضد الجدري. شوف الغباوة. اقول لك مثقف تقول لي معاك شهادة ايه؟ برافو برافو، يعني علمت نفسك بنفسك.
اهو كده ابتديت تفهم. لا ولسه انا هفهمك حلوة قوي. ولا اشرب اشرب شيشي اشرب ازوزة انما اشرب شيشي. في صحتك. في صحتك وصحة اللي خلفوه. على فين يا استاذ؟ مين؟ على فين ايه؟ انا مش فاضلكم، انا ورايا لوبة ري ولازم امشي. معلش ونبي كلها خمس دقايق ونخلص، مش كده يا بسيوني؟ ايوه هانم. مالك يا استاذ مستعجل ليه؟ الخنزيره بتاعتك واقفه في امان بره. ارتاح. روح شوفهم بيهببوا ايه. حاضر. روح. حاضر. اتفضل يا استاذ اتفضل. خمس دقايق بس. على مهلك. استريح. مش هنا. معلش. ولا شايف ولا بتسمع ولا حاجه خالص. ربنا معانا. اشرب يا راجل اشرب في صحتك. هتقعد تشرب في صحتي لحد ما تعدم صحتك. ولا يهمك، انا حياتي فداك يا حبيبي. لا، اول مره اشوف واحد يحب ضرته. يا عالم يا اللي ما بتفهموش، انا مش قلت مش عايز حد يزعجني؟ لا مؤاخذه ساعات بيه، اصل هانم بلا هانم بلا ما هانمش. يلا يلا هروح دلوقتي. ما تروحش دلوقتي. معلش اصل انا قلت ما تروحش. خلاص ما تروحش يا ولد، ما دام جمعه بيه قال لك ما تروحش ما تروحش. تمام يا جمعه بيه؟ تمام يا صلاح بيه. الله، وانا ايش حشرني في وسط اتنين بقوات زيكم؟ اتنين من دول هتبقى باشا، خمسه من دول هتبقى امبراطور من غير امبرا. تشرب الازازه دي كلها معروفه هتبقى حمار. في صحه الحمير. في صحتنا. شوفي بقى بقول لك. هي لسه ما جاتش. هي مين؟ القهوه. ثانيه واحده، استعجلي القهوه بسرعه. يا ست هانم حرام عليكم كده، 50 قهوه 15 شاي، انا عندي قبول كده حرام عليكم تتعبوني. خلاص بلاش قهوه وشاي، هجيب لك حاجه ساقعه. هاتي له حاجه ساقعه ولا اقول لك هاتي له كل اللي بتتلم كويس. هاتي له دماغي كلها. استريح بقى. استريح. حبينا بعضنا وبقينا كلنا في الهوا سوا. يا سلام، ده انت بقيت فل ونقصك البرداع يا اسطى جمعه. جمعه بيه يا مغفل. ماشي كلامك يا اسطى صلاح. انا اسطى؟ مش بقينا اصحاب؟ اصحاب وبس؟ ده احنا حمير مع بعض. بشرفي انا مستعد انفذ لك اي طلب، اي حاجة في الدنيا دي تطلبها مني انا مستعد اعملها لك. قطعت يا قلبي يا ابو صلاح. خد يا جمعة بي. جمعة بي. خد يا جمعة بي. الله يخليك. الساعة دي هدية مني لك. اشكرك جدا. والخاتم ده كمان. كمان؟ اه. ربنا يكرمك. استنى. والجاكيت؟ لا 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 الجاكيت لا خليك. والبنطلون؟ كده بلاش، لحسن تستهوى وتاخد سكام. يا حبيبي خايف عليا؟ طبعا احنا مش اصحاب، ولا انت فاكر ان احنا اولاد الاصل ولا ايه؟ فشل. انا متاكد من كلامك يا جمعه. بي جمعه بي بي جمعه بي. ايوه انا واثق من رجولتك يا جمعه بي، وواثق ان اي حاجه هطلبها منك هتنفذها لي. رقبتي، ده انا تحت امرك يا ابو صلاح. يعني اي طلب اطلبه منك هتنفذه لي؟ طبعا. حس كده بقى، يلا بينا. يلا على فين؟ نروح نقول الكلام ده الالهام. ها عندكش فكره هتفرح قد ايه
لما تعرف ان احنا بقينا اصحاب. هو احنا اصحاب وبس؟ ده احنا اكتر من الاخوات يا راجل. انزل انزل. حبينا بعضنا وبقينا كلنا في الهوى سوا. حبينا بعضنا وبقينا كلنا في الهوى سوا. يا اللي بقى مش عارفين. بقينا كلنا في الهوى سوا. ايه اللي بيحصل ده؟ بسيوني بي. بسيوني بي افندم. بهوايا يا الهام بي. الهام بي. اسمعي يا الهام بي، اسمحي لي اقدم لك اعز صديق ليا في حياتي، اخويا وحبيبي جمعه. بي بي جمعه بي. جمعة بي. جمعة بي ده يا إلهام جوهرة نادرة، مثال نادر للوفاء، مستعد يضحي بحياته عشاني، مش كده يا جمعة بي؟ مستعد يعمل أي حاجة اطلبها منه. إيه اللي بتقوله ده؟ مش مصدقاني؟ هبلة. إيه؟ هبلة بي. بلاش قلة أدب. أنا هخليكي تشوفي بعينيكي. جمعة بي يا صديقي العزيز. صلاح بي يا حياة قلبي. اديني كل الفلوس اللي معاك. عيني عيني بس كده. خد كمان 10 زي. شفتي؟ مش بقولك؟ جمعة بي يا روح قلبي. صلاح بي يا منية. اعمل لها ان شاء الله باص في الهواء. تحب اعمل لكم نمتر عزب؟ ده شيء لطيف جدا، ما دام الامور احلوت كده ما تسمعونا حاجه للست بابا كشر. بس معلش كلام فاضي. ايه شغل البهلوانات ده؟ انا بس عايز اثبت لك يا حبيبتي ان جمعه بي ده ايوه اخ عزيز وصديق مخلص، مستعد ينفذ لي اي طلب اطلبه. اي طلب؟ جمعة بي. ايوه يا صلاح بي. ارمي عليها يمين الطلاق بس كده. حاضر. الهام هانم. ايوه. علي الطلاق ما انا مطلق. يا ابن الكلب مش هتطلق؟ يا راجل حرام عليك، ده انا بقيت شايف برميل بحاله، ده انا رجليا مش قادره تشيل دي، وبعدين تقولي مش هتطلق. انت بتغلط خالص. وانا كلمت يا استهانم. مش انت يا اخي، انت كمان ما بتسمعش. لا ده بس اطفال، لابد من ترك هذا المنزل فورا. لا معلش يا ابني. دعيني وسعني. معلش يا ابني. حسين سيبني يا متوحشين. حسين ازاي؟ حضرتك عامله لي رباطيه مع صلاح بي عشان اطلقك؟ مش هطلق. هتطلق يعني هتطلق؟ مش هطلق. انت مراتي قدام ربنا وقدام الناس. قدامي فريدة. قدامي بنت فريدة. بسيوني هو واخدها ورايح بيها فين يا بسيوني؟ خبريها فريدة. الله ياخدها مسرح ما عايز. الله ده طلع ولد مجدع، مراته وهو حر فيها. هو الأستاذ صلاح تعبان كده ليه؟ لا مفيش حاجة، أصله مسخسخ شوية من كتر الحب. يا أخويا اتحط انت راخر. أصل أنا وهو وجمعة، قصدي جمعة بيه، حبينا بعضينا وبقينا كلنا في الهوى سوا. مسألتيش نفسك ايه اللي خلاني ما اتكلمش؟ ما فكرتيش في السبب اللي خلاني اكره الكلام، مع ان الكلام اعظم واشرف اختراع في العالم. اشرف اختراع في العالم؟ بالتأكيد.
التعبير ده كتير على واحد زيك. حتى الكلام مستكتر عليا. لا بس ده كلام كبير على واحد حافي زيك. انت اتعلمت الكلام ده فين؟ جبته منين؟ من السوبر ماركت. انا لو قلت لك اتعلمت الكلام ده فين مش هتصدقيني. والاحسن خليني في نظرك زي ما انا، محتال، نصاب، اخرس، بتاع حمر. طب احتلك اتكلم. بقول لك اخرس، اتكلم ازاي؟ ده مش وقت هزار. قول انت ايه بالظبط؟ انا جمعة السايس، واي معلومات تانية لا هتفيدك ولا هتفيدني. خليكي كده على عماكي لحسن لو اتكلمت هروح في 60 داهية. يعني ايه؟ مش عايز تقولي؟ وهيفيدك بيه الكلام او انك تعرفي او ما تعرفيش. يبقى سرقت وهربان من حكم. انا هربت من حكم لكن ما سرقتش. تبقى اختلست. ولا اختلست. لكن نفسي اختلسك انت، وهختلسك على سنة الله ورسوله. ثانية واحدة. بسوني ليه من فضلك؟ اخلص يا شوف سعادة البيه بالراحة ورموه برا. معايا مش حد غريب يبقى تحت سقف بيتي. مش يمكن مرات الصبح تنزل بقميص النوم ولا حاجة؟ وأنا ما أحبش مراتي تتكشف على أغراض. شو؟ لا حول الله يا رب. شيل. لا حول الله يا رب. شوف الدنيا. شيل يا أبوي. شيل. شوف العود. شوف الشراشير. خراب يا عليك يا صلاح بيه. تعال 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 تعال. ايه فين وراكم؟ لحسن انا كابس علي النوم. بس يا إلهام يا حبيبتي سيبيني نايم شوية. بس يا إلهام أنا ما صدقت أروح في النوم، ده أنا طول الليل بتكتك من البرد. إيه ده؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ إيه اللي لبسني كده؟ صباح الخير. بس قوم قوم
يا ولد بيت اهلك ده؟ يا ولد ده يا ولد هات الحاجه اللي تلبسها خد انا اعرف هات يا متشرد يا صايع هات الساعه دي ترميها في الزباله اقلع خد يا شيخ الحاجات ده انت عيال 21 فك اقلع يا حرام فك فريده اعملي لي فنجان قهوه بسرعه ما عندناش بن فريده اعملي لي فنجان قهوه بن تقيل برازيليا حاضر يا جمعه بيه صلاح اهلا يا صلاح اهلا يا الهام فصوري يا الهام حصل لي ايه صحيت من النوم مش هتصدقي لقيت نفسي انا نايم في الزريبه وما تصدقش ليه انت مش دلوقتي بقيت عازم لازم تتبرم على نوم العازم نمت كويس يا روحي طلعت روحك مالك انت تخيلت نامت ولا بنامتش انت زي بتكلمه بالشكل ده وهو زي كلمه بالشكل ده مش مراتي سابقا مراتك سابقا انما دلوقتي مراتي انا انت لسه مصر على سنه الله ورسوله القانون بيقول كده قانون قانون ايه اللي بتكلمني بيه جربوع انت بيه جربوع بيه ولما انا ابقى جربوع انت تبقى ايه انا البي بتاعك يا غبي سابقا الهام رد عليه انت عشان انا ما ردش على واحد سابقا يا نهار اسود انت ازاي سايبه يتحكم فينا بالشكل ده اتصرف اعمل حاجه تعالى يا ده انت اه انت محدش عارف يتكلم معاك يا ده انت ده انت يا نهار اسود انت ورا شو بقى انا هبطحك هبطحني هعور انا هخلص عليك انت ما تستحملش ضربه مني خليك يا بنت هتلنا محامي من تحت الارض خلصنا من المصيبه دي محامي والله ولا انا خبط المحامين بحالها طبعا روح شوف شغلك وانت كمان روح شوف شغلك اخرس مش هخرج من هنا الا اذا شفت الفني ده قدامي مره اخرس صلاح يا حبيبي اقصر الشر معلش عشان خاطري انزل مصر هات المحامي فورا طب يا حبيبتي انا هنزل مصر بس خدي بالك من نفسك حاضر يا حبيبي ما تحطش ايدك عليها قدامي قدامي انت الاول قدامي يا حلاوه على سنة الله ورسوله تعال هنا تعال هنا قدامي انت اطلع قدامي هتوحشيني يا حبيبي سيب يا هلا بقول لك سيب سيب انت الاول سيب وانا سيب ماشي واحد اثنين ثلاثة يلا نشوف شغلك وانت خلينا نشوف شغلك ادم ايه نسيت حاجه جوه اركب عربيتك مع السلامه ايه ده رايح فين يا صلاح بيه نازل مصر يا طلبه مصر مصر ازاي وتسيبني مع ابن المجنون ده نازل اشوف المحامي شوف لنا صرفه معاه انا اتهزقت يا طلبه انا كرامتك مسح بيها الارض يا طلبه فكرك هسكت بالك نسيت على مجد سوني عايزك يا بسوني ايوه جمعة جمعة بي جمعة بي بي اه اتبسطت بسيوني كنت عايز اسألك شوية اسئلة خبرتي كلها تحت امرك بخصوص ايه بخصوص الامهان العزبة الدفاتر الحسابات مين المسؤول يا حبيبي ده بدأ ينخر رخر من دلوقت انت هتشتغل في الازرق من دلوقت الازرق والاحمر ايامك كحلي ان شاء الله يا فندم انا مالي انا عبد المأمور بياني العزبة 50 فدان 30 منهم مزرعين فاكهه والباقي قط ما يجيبوش الا انطرين اتنين ده لو الفدان بيجيب باكو قط كانت العزبة جابت اكتر من كده هنعمل ايه يا فندم
ما هي الدودة السنة دي كانت المحصول. الدودة هو صلاح بيه بتدلعوه بتقولوا له يا دودة ارموا بالكوا على الدودة. طب الدودة كمان هتاكل الفاكهة؟ لا يا فندم، الفاكهة السنة دي كلتها الوطاويط. وطاويط يا وطواط انت. طب والعسل؟ عسل؟ عسل ايه يا فندم؟ مناحن العسل اللي مالية العزبة اللي في كل حتة اسمعها في وداني بتزن. مفيش معلقة، مفيش لحسة. المرة دي هتقول لي الدودة ولا الوطاويط؟ لا ما هو أصل إيه؟ هتقول لي النحل بياخد حبوب منع الحمل. طب والحمام والفراخ والديك الرومي كل دول فار. جات لهم الفرة أصفت رقابيهم. فرة تقصف رقبتك أنت واللي مشغلك. مستفردين بالست عشان مراش راجل يسدد ظهرها. وهات يا ساف وهات يا ناب، انا قاعد لكم هنا بالخرزانه. الدفاتر دي هتفتح لكم باب السجن على الطرفتين انت والدوده اللي اسمها صلاح. انا حوريكم يا وطويط. 50 جنيه. باص باص صح. في باص باص. فول 10 كارير واحد. هارد لك يا صلاح بيه. هتكمل. سلفني 500 جنيه. ما اقدرش اسلفك لان ديونك كترت. ما انا هدفع بس لما الظروف تتصلح والامور ترجع لمجاريها. اسف. لما تقدم لي الضمانات الكافيه. عايز ضمانات ايه؟ العربيه مثلا. خدها ب60 ده. والفيلا دي كمان. انت عارف الفيلا مش بتاعتي. انت دلوقتي مش فايق لكن الصبح هتكون فقت واعرف اكلمك ازاي. وعندي شيكات بدون رصيد وحبلغ النيابه يا محترم. معقول يا عم سيد؟ ازاي عايز يبيع الفيلا وهي كانت بتاعته؟ اوعى تخليه يعمل كده، مفهوم؟ في ايه يا الهام هانم؟ صلاح باع العربية وعايز يبيع الفيلا. وازاي يقدر يبيع حاجة مش بتاعته؟ أنا عاملة له توكيل عام. ربنا ما يحرمك من عبط. الله. وهتسيبيه يتصرف في الفيلا؟ طب أعمل إيه بس؟ عليه شيكات ب 15,000 جنيه، لو ما دفعهاش هيتحبس. 15,000 جنيه ابن المفترية. دول مش حقهم يحبسوه بس، دول حقهم يخرطوه ترنشات ويرموه للبط عشان يفوق ويتربى. بعد الشر ما يهونش عليا. يهونش عليا؟ عيبك الوحيد هو قلبك الرهيف ده، هو اللي مضيعك ومضيعنا. معلش يا جمعة، نحاول ننقذه. ننقذه ازاي؟ نبيع محصول البرتقال ونسدد الدين اللي عليه. محصول البرتقال؟ ولا قشره ولا بذره، الفص بعينه. ما أجلسك. حلال عليك يا عم برتقال. والألف دي عشانك أنت. عشاني أنا؟ عم طولبة كان بيعمل معانا كده. بقى كده. لا انا غير طولبة خالص. الالف دي تبقى تبع الست هانم صاحبة البرتقال. ايه اللي بتعمله ده؟ ايه فلوس البرتقال. اتفضلي. 1000 جنيه؟ عارفه جنيه. الدفاتر بتاعتكم بتقول كده، يبقى الباقي ده من حقي انا. عاجبك ولا اجيب لك طلبه فدي يبيعهولي بمعرفته؟ عشان تعرف انك مش جبان ونادل بس، وحرامي كمان. انت وفلوسك وبرتقانك ملكي انا. ومع ذلك خدي دول. ايه دول؟ مصروف الشهر. ايه
ولم ايدك شويه في المصروف يا هانم. هجيب لكم منين؟ اقطع روحي هنقطع الجواز على سنين الجواز. هف حطها هنا يا ابني. في ايه يا سيد؟ في الحقيقه انا كنت جاي اسال سعادتك على صلاح بي. اصل رحت له البيت ما لقيتوش. لا لا هو ما بيجيش هنا دلوقتي. الحمد لله يبقى ربنا تاب عليه. ارجع له البيت يمكن يكون رجع. ما افتكرش انه هيقدر يقعد في البيت لان البوليس بيطارده. بو 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 البوليس؟ طب بو 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 بوليس بيطارده ليه؟ عليه شيكات ليا ب 15,000 جنيه وانا بلغت فيه النيابه وجاري البحث عنه. طب وهيفيدك بايه؟ ده بيع حديدك. خلاص يبقى الست بتاعته سددت له المبلغ كالعاده. لا عاده ولا محبوسه. الست بتاعته طلقته واتجوزت راجل مليونير كبير، مليونير من زريبا. يبقى مفيش قدامه الا انه يخش السجن. وهيفيدك بايه انه يتسجن؟ بقولك ايه؟ ايه رايك اللي يديلك دلوقتي 10,000 جنيه كاش وتلاقيه من على الشيكات؟ يعني عايزنا نتنازل عن 5,000 جنيه مره واحده؟ ده يبقى حرام. اهو كله حرام فحرام، مش ديون قمار. خد ال 10,000 جنيه وما تبقاش راجل قمار. خلاص يا سيدي انا موافق والشيكات تحت ابرك. السفره جاهزه يا ست هانم، مش هتاكلي لك لقمه. مش عايزه اكل حاجه. ده انت ما دوتيش حاجه من صلاحيه ربنا. يوه قلت مش عايزه اكل حاجه، مش عايزه اشوف حد كمان. ها جبت لي معاك فلوس يا طلبه؟ فلوس ايه يا سعاده البيه؟ ده جوز الست الجديد نيل الدنيا خالص. باع محصول البرتقال وهو لسه على الشجر وحط الفلوس في جيبه وبلغ فينا النيابه. انا جاي لك دلوقتي عشان تشوف الصرفه وتحميني. احميك؟ انا عارف احمي نفسي. الله وحاسبني غرقان كده يا سعاده البيه؟ ما انا كمان غرقان يا طلبه. طب والبوليس اللي بيطاردني ده؟ يا نهار اسود ده البوليس، البوليس جاي يقبض عليا. الحقيني ياما. بس ده اكيد جاي لنا عشان موضوع الشيكات. جبت لي البوليس معاك يا فالح؟ عشان اقول لك مفيش داعي انك تبيع الفيلا. فال انت مالك انت؟ مين قالك ان انا ببيع الفيلا؟ اخبارك عندي اول باول، وبالاماره بعت العربيه. وانت مالك يا بارد؟ هي عربيه ابوك؟ عربيتي وانا حر فيها. وهي كانت مرات ابوك؟ مراتي وانا حر فيها. ومع ذلك حل عن سمايا بقى. حل عن سمايا. انت عايز ايه؟ ايه؟ مالك انت بيه؟ عايز ايه؟ يا صلاح انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ مش كفايه اللي عملته؟ عايز ايه مني تاني؟ جننتني الله يخرب بيتك. مش عايز حاجه يا صلاح بيه. اتفضل ورا. السلام عليكم. البيت الشاي يا سعادة البيت. يا بيت ايه 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 الشاي. قول لي يا سيد. نعم يا بيه. في حد جالنا امبارح بالليل؟ طلبه جه سأل على سيادتك يا بيه. لا لا غير طلبه، انا متهيألي الجدع ده اللي اسمه جمعه جانا على جوز مراتي، جانا امبارح بالليل. معقولة دي يا بيه؟ ازاي؟ وليه؟ طلبة راح فين؟ هرب من باب المطبخ يا بيه. هرب؟ ايوه. يا تكنينة في خيبتك. طب غور من قدامي اخبارك من ليلة على الصبح. شكرا يا بيه. شيء ايه؟
ما شفتش جمعة؟ في الزريبة. مفيش فايدة في الزريبة؟ غوي قرف. صباح الخير يا سي جمعة. صباح الخير يا مسؤول. الهانم عايزاك. آسف، اللي عايزني يجيلك. يجيلك؟ اه. هنا؟ اه. الهام هانم تيجي هنا في الزريبة؟ مالها الزريبة؟ على الأقل مركز المكتب بتاعي، المقر الرسمي لجوزها. لما تعوز تلاقيني تلاقيني فيه، انما الصايع جوزها الاولاني لما تحب تدور عليه تلاقيه فين؟ على الرصيف؟ عنده زريبه زي. ايوه بس ما يصحش. اسف. معلش. ابدا. الله، دي ست برضه. ده من رابع المستحيلات. هو كذلك، عشان خاطرك انت معلش. يلا بينا. اتفضل. حضرتك عايزاني؟ ايوه. كزوج ولا كمستخدم؟ يستلام، ودي تفرق ايه؟ لا تفرق كتير. طب كمستخدم. ثانية واحدة. انبسط قوي. هو هو كما هي العادة سكرنطينا ومدهول على عينه مش دريان بحاجة، لدرجة ان دبت بيني وبينه خناقة رب السنة. طب يا اخي كنت فوقه وقول له على اللي حصل عشان يفرح. وقوله ليه؟ ما خليه يتعذب ويتألم ويعاني ولو مرة واحدة في حياته. حرام. وعلى فكرة حضرتك من ضمن اسباب بوظان وتلفان امله. انا؟ معاملتك الرقيقة ودلع أكله هما اللي خلوه إنسان متسيب وما عندوش أي إحساس بالمسؤولية. أنت إزاي بتكلمني بالشكل ده؟ ثانية واحدة. أنا خلصت كلامي كمستخدم، هكلمك دلوقتي كزوج. لأنك مراتي وانا حرة اكلمك باللهجة اللي تعجبني. مش كفاية انا اصلح صلاح، انت كمان عايزة التصليح. ايه معنى ان اصلحه هو واسيبك انت؟ ها؟ بقى هترجع ريما لعادتها القديمة اول ما تصطلحوا. طب قول لي انت ناوي تعمل ايه؟ مش هسمحك ترجع لصلاح. ليه؟ ازاي اسيبك ترجع لراجل عاطل بايظ ملوش لا شغلة ولا مشغلة غير الخمرة والقمار؟ ها؟ انت مالك انت يا بايخ يا حشري؟ انا بحبه. اسمعي يا بنت انتي، لما تعاملتي معايا في الكلام على سنة الله ورسوله. الو. ايوه يا عم سيد، اديني صلاح. ما تعرفش راح فين؟ راح في 60 داهيه. وقفين السكه يا قليله الادب، لاحسن اطلع اربيكي على سنه الله ورسوله. ده انت بقيت مسخرة.
حلال. عم السيد ابن حلال. عم السيد جني طلعني فوق. عم السيد انا مش عم السيد ومش هشيلك طلعك فوق يا عم السيد. امال انت مين؟ مش عارف انا مين. انا متهالي شفت الخلقه دي قبل كده. يخرب بيتك يخرب بيتك. هو انت تاني؟ هو انا تاني. جاي ورايا ليه؟ انا سبت لك الدنيا بحالها، سبت لك الجمل بما حمل، جاي ورايا ليه؟ انت جاي هنا ليه؟ عشان ده بيتي يا رزل. غلطان، ده مش بيتك. عارف انه بيت الست الهام. ولما انت عارف انه بيت الست الهام قاعد فيه هنا ليه يا رزل؟ خلاص خلاص هسيبولك، بس اديني فرصة الليلة بس، عشان انا الليلة جاي تعبان قوي وعايز اطلع انام. لا مش هتنام. اعمل معروف انام. عشان خاطري انام. بقول لك اقعد وما تتحركش من هنا لحد ما اعمل لك قهوه تفوقك. طيب اشرب القهوه وبعدين انام. اشوف خلقتك. انت مسكين لانك وصلت لمرحلة مش قادر تميز فيها بين اللي بيحبك وبين اللي بيكرهك. عايز تفهمني انك انت بتحبني؟ طب ما انا جيت لك لغاية هنا ليه؟ انت جاي عشان تنتقم مني وتشمت فيا. غلط، انا جاي اخد بايدك واساعدك. معقول درتي يبقى قلبه عليا؟ بلاش الحركات دي يا ابني، بلاش الحركات دي. انا كشفتك كويس قوي، انت بني ادم وصولي، خدت مني حبيبتي الهام وجاي دلوقتي عشان تخلص عليا. لو انا كنت جاي اخلص عليك يا غبي ما كنت سددت لك الشيكات وسبتك تتسجن وتروح في 60 داهية. طب انت ليه عملت كده؟ مادام سألت السؤال ده تبقى ابتديت تفوق. أرجوك يا جمعة تقولي الهام هي اللي خلتك تسدد الشيكات؟ أي يا حبيبتي الهام ما تبصهاش قدامي. طيب وبالمناسبة الهام دي ست غبية. أهو أنت
ليه؟ لأنها بتحبك. ما أنا كمان بحبها أوي يا جمعة. بس للأسف يا صديقي اللدود، أنتوا بتحبوا بعض لكن ما بتحبوش نفسكم. حب نفسك كويس عشان تقدر تحب إلهام بإخلاص. مش ممكن. ليه؟ مش ممكن تكون انت السايس الاخرس اللي كان بيشتغل في الزريبة. انت 100% بني ادم عاقل قوي، لانك بتتكلم كلام حلو وكلام جميل ما اقدرش اقول حاجة. انا مش عايز غلبة، انت هتقولي خطبة. اسأل نفسك اللي كنت بتعمله الاول ده صح ولا غلط؟ غلط يا بيه غلط، وما اكدبش عليك انا ندمان قوي، بس مش عارف اصلح الغلط ده ازاي. انا دلوقتي جاي اديلك فرصة عشان تصلحها. طب اقدر اعرف ازاي يا استاذ جمعة؟ تشتغل. الهامش ممكن تعيش مع راجل صايع ضايع ما عندوش لا شغلة ولا مشغلة زي سعادتك. عطل، انا يا جاهل معايا لصنص اداب. وايه قيمه الليسانس ده طول ما انت معلقه على الحيطه ومعتبره الشهاده خدتها وخلاص؟ عايزني اشتغل موظف درجه سادسه عشان ادح طول الشهر والاخر اقبض 30 جنيه؟ انت العمل مش بالفلوس يا صديقي اللدود. لو كنت اشتغلت لك شغلانه ولو بسيطه كانت خلقت منك بني ادم عنده احساس بالمسؤوليه. مش ممكن. مش ممكن ليه؟ اقدر اعرف انت ايه وجبت الكلام ده منين؟ مش شغلك. لا شغلي ده كلام ناس مثقفين، وانت المفروض حمار قله ادب. مش عايز مالك انت اذا كنت انا مثقفين ولا حمارين. نفسي اعرف انت ايه بالظبط. نفسك تعرف؟ جك ابا. الفيلا اللي انت شايفها دي تبقى بتاعتي انا. نعم دي فيلتك انت؟ اليافطة الصغيرة اللي مكتوبة على الباب دي تقول لك اذا كانت بتاعتي ولا لا. فيلا محمد جمعة المحامي. انا. طب ولما انت كده ايه اللي وصلك للحال المنيل ده؟ مخ الزنخ، شيكات بدون رصيد، القمار، السهر للصبح، وعلى سنة الله ورسوله ومش على سنة الله ورسوله اترقعت حكم سجن، ومحدش سمى عليا من اللي كانوا بيلهفوا فلوسي، ومبقاش قدامي غير اني اخرس واشتغل سايس في زريبة. لقيتك قدامي ماشي في نفس السكة، مانش عليا سيبك. انا اسف قوي يا استاذ جمعة، ويا ريتك تقول لي ايه اللي اقدر اعملهولك. مش هتقدر تعملي حاجة، اعمل لروحك فوق لنفسك قبل ما تبقى اخرتك في زريبة. صباح الخير. ليه؟ صباحك زي وشك. ها عملت ايه؟ كل خير. امال فين صلاح؟ ما جبتوش معاك ليه؟ صلاح هيجيلك قريب قوي، اطمني. اطمن ايه؟ مش تقولي عشان اعرف؟ ما انا عايزك ما تعرفيش. ليه؟ تعزين؟ يمكن. لا حرام ده ولا حلال؟ ست هانم حاولي تنسي صلاح دلوقتي، ما تفكريش فيه. افهم من كده انك ابتديت تغير عليا منه؟ واغير عليكي ليه؟ مفيش اي شيء يربطني بيكي. لا فين؟ تقصدي يعني الورقه اللي كتبها لنا المازون؟ يمكن. يمكن الحرمان والغربة هما اللي خلوني أتعاطف معاكي وأفكر فيكي شوية شوية بس. الآن هانم الظاهر إنك أنت اللي ابتديتي تفكري فيا وتحبيني. ما تحاوليش ما تحاوليش. أنا مش باير. لا بنات كتير طالبين إيدي. يا سلام. كل حاجة جاهزة. ابعت حد ياخد الاوراق كلها. مع السلامه. طب يا طارق
هروح انا الاوتيل اخد الجروب واطلع معاهم التور. طب خلاص ماشي روح. عايز مني حاجه؟ لا ابدا. مع السلامه. باي. على فين يا هاني؟ رايحة لصلاح. مستعجلة ليه قوي على المشوار ده؟ خلاص بقى ما اقدرش استحمل اكتر من كده. اذا كنت مصر انك تروحي له رجلي على رجلك. من فضلك ارجوك سيبني اعمل اللي انا عايزاه. بس لو صبرت شوية جاي صلاح هو اللي يجيلك. يجي ازاي بس؟ صلاح خلاص اتصدق ما بقاش يفكر فيا. ولما انت متأكدة انه ما بقاش يفكر فيكي رايحة له ليه يا هانم؟ وحشني. وحشي الهلك. ازاي وحشك وانت على ذمة راجل ثاني محترم؟ جمعة بصراحة بقى طريقتك في الكلام دي بقت تنرفزني وكمان دمك تقيل على قلبي. والمطلوب دلوقتي طلقني. بس كده؟ ايوه بس كده. لعلمك انا مطلقك من تاني يوم. يا سلام انت تعمل كده؟ وورقة الطلاق اهي. كل ده وساكت؟ الهام هانم ارجوك بلاش تروح لصلاح. هو عارف انك طلقتني؟ لا ما عرفش. يبقى لازم اروح عشان اقول له. بقول لك عشان خاطري ما تروحلوش. طب لو مش عايزني اروح قول لي انت ناوي تعمل ايه؟ سيبيني انا اللي اروح له. وتجيبي وتيجي؟ في حاله واحده بس. ها؟ اذا كانت صلاح. وصلاح عمره ما هيتصلح. This is one of our beautiful farms, Egyptian farms. It's my farm, it's mine. This is my house. And this beautiful lady is my wife. سابقا in the past tense. مين الناس دول يا صلاح؟ دول جروب سياحي تبع شركة السياحة اللي بشتغل فيها. انت بتشتغل؟ مش معقول. مشتغلش ليه؟ صايع بقى ولا صايع؟ على العموم البركة في جمعة. بي جمعة بي. بقولك ايه؟ انت بجد بجد عايز تتجوز؟ جدا. اعرف لك عروسه زي القمر. يلا بينا نروح نخطبها. يا عمي انا ليا الشرف اطلب من حضرتك ايد بنتك الهام. وماله يا ابني؟ سيبينا اسمك وسنك وعنوانك ووظيفتك عشان نسال عليك. انا اسمي صلاح شرف. يحصل لنا الشرف. بشتغل مرشد سياحي. عموما يا ابني اديني فرصه 3-4 سنين عشان اتطقص عليك. يا عمي ما تعطلش المساله اكتر من كده. اصل العريس متسربع وانا كمان متسربعه. ايه ايه ما دام انتوا الاثنين متسربعين ابعتوا وادوا البازون. اشوف وشكم بخير. الله انت هتسيبنا يا جمعه؟ معقول تسيبنا يا جمعه؟ جمعه ايه جمعه دي؟ انا اسف. بيه جمعه بيه. ولا جمعه بيه. الواد جمعه السايس. لا جمعه فندي نظر عزبتنا الجديد. اوكي. مفتاح عربيتك يا استاذ ممكن؟ مفتاح عربيتي؟ وراح الشغل بتاعي ازاي؟ الاستاذ بسيوني تحت امرك لغايه لما نرجع. اذا كان كده مفيش مانع. اوعى تتخض يا هاني. يلا بينا. اتفضل معاك. اتفضل معاك.